مرحبا بكم أهلا. بالتحديد من كوريا في سيول. سعود اخوان وش جابكم هنا وش السالفة ليش ومتى وكيف؟ يا عيني ليش وش تدري كيف جينا يا سعود؟ طيارة 10 ساعات هنا. اي والله مشوار، ولكن جينا هنا نبغى نغير محتوى عن المزرعة والباص والحياة الريفية. نستكشف العالم ونستكشف العالم مع بعض، راح نصور لكم هنا فلوقات وتحديات 4-5 فيديوهات. كثير منكم يحب كوريا فقررنا نجي هنا نغير جو، واللي ضايفني سناب شاف خلف الكواليس شاف كل تفاصيل من الصباح للمساء. والله تصوير يعني ترى نطلع معاكم كذا فشوف السناب. فحياكم في السناب عموما انستغرام ستوري يا شباب. اي نعم فحياكم اليوم، بس قبل ما نبدا لا ينسون زر اللايك 100,000 لايك وتشوفون فلوقات وتحديات في كوريا رهيبه. ولكن قبل ما نبدا يا شباب في هذا الفلوق بالتحديد نبغى نستكشف كوريا يا شباب. ولا ترى برد هنا ما قلنا لكم درجة دف. ترى يا شباب درجة الحرارة هنا 1 الآن 1-2 درجة الحرارة برد مرة. عموما هذا يومنا الثاني، فاليوم وش بنسوي شباب؟ بنجرب أكل الشوارع صح، وبنشوف سوبر ماركت كذا. أنا أكثر شيء أبغى أشوف السوبر ماركت. كثير يحبون كوريا فعشان كذا جينا هنا نوريكم كوريا وبنفس الوقت نعيش الأجواء ونسوي تحديات. يلا نبدأ. وصلنا لوشو بقالة سوبر ماركت يا سعود. سوبر ماركت كوري دحوم دورين دي معقولة؟ دورين شو شو تذكر يوم ما نسوي سوبر ماركت كوري؟ ايه انا وياك هنا أصلي ها؟ يلا خلنا ندخل. يلا لحظة يا قدمة معكم. وصلنا للسوبر ماركت يا سعد، واهم شيء هنا وشو؟ النودلز اشكال حبيبي اندومي اندومي عطنا من هنا اشكال جديدة. فيه حليب موز مشهورين هم فيه، نبغى نشتريه. يلا سعود تعال. هاي السعد سعود هذا هو، انت تقول هذا هو صح؟ ايه صح. انا اقول هذا شباب كل واحد خلنا نصوره. هذا هو له اخضر الابيض. هو الابيض نبغى الموز. الموز هو بالموز نكهه ترى خياليه. أوكي. هذا الموز الازرق وانا اشوف لا الموز اصفر. شوف هذا مشهور عندهم انه يعني مشروب مدري بس مشهور مره يعني. والله صراحه لذيذ. يلا خلينا نجربه. امس جربناه في السناب فبنجرب الحين. السناب قايل لكم يا حقين السناب تعال. هذا هو بوكس شوفه موز. طيب ما نبغى بوكس نبغى حبة. تبي تاخذ للرياضة؟ أيوة هذا خذ حبة تقدر. هذا أربعة. هذا الموز أربعة. أربعة. سعود براذر. سعود براذر. كيف دحوم؟ ها كيف حالك؟ أربعة. على أي شيء قاعد؟ نكهة مدري وش هذا الولد. ترى في نكهات شباب. برا التصوير نشربها. شباب في فراولة في شوكولاتة في كذا نعناع. طيب يلا خلينا نجرب في الشارع. أوكي شباب أول شيء راح نجرب هذا المشروب المشهور. تفضل سعد. سعود وين المصاص؟ ما في. والله نسيناه. هو مصاص كذا. يا سلام هنجرب هذا المشروب. كم سميدة؟ كم سميدة؟ شكرا. يلا شو نسمع مع بعض. يلا واحد تراك عبد الله برا. انت وين رايح؟ انا رايح الصين. انت تعال اقرب بس. واحد اثنين. والله انه ما زال نفس اللي طعم اول ابتدائي. والله مش اول ابتدائي. ذكريات الطفولة. موز هذا. موز اللي بيشوفه يعني هذا هو بشكل سريع. معليش شباب موز. والله حليب موز صح. حليب موز وش موجود في الرياض؟ جايب لكوريا ناخذ موز. اللي بي بسوي عليه سح. لا والله حلو شباب هذا اول تجربه وطعمه حلو صراحه. بس رخيص مره يعني صراحه. كم؟ 2.5. وبنسوي مقطع ثاني منتجات كوريه ان شاء الله. صح. خاص مقطع خاص يعني بس الحين على السريع حقت البقاله نجيب منتجات كثير. واحنا نتمشى رايحين نبغى نجرب شو اسمه اكل الشوارع. حلو لقينا هذه الاركايد مدري اركاد جيمز اركيد. لقينا سعود تجربه. والله تجربه يعني هنا غير. لقينا هذه قلنا خلينا نلعب شوي. يلا تعالوا ندخل. يلا روح 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 روح. شوف يا شباب يقول لك في كوريا ايش؟ في دور فوق السوق. ايه ثلاث ادوار. ايش تقول؟ ما سمعت. شوف البطه يا سعود. اللي يفوز ياخذ بطه. ايه طيب خلينا نلعب لعبه الحظ. ايش رايك سعد؟ شوف سعد هذه تبي سلحفاه؟ عطنا سلحفات. يلا العب. ولا باندا؟ ما ادري اللي تبغى انت. تبغى اي لعبه؟ ايوه لك محاوله واحده بس. سعد اي واحده محاوله واحده. هذه شوفوا. يلا يا سعد. يا وين؟ بسم الله. والله صح صح. ايوه سعد. اسحبها سعد. والله دفوه دعموه. اسحبها من هنا. والله لعبتنا. هنا تعال حبيبنا. حبيبنا. يلا يا شباب. يلا يا دحوم. ممكن يجيب هذه وش العاب ولا ايش ذي؟ خذ القريب بسرعه باقي ثانيتين. بنزل ينزل بينزل. نو شوف والله قبوه مطيحوه. والله قهر. شفت المرعب عليه؟ والله العب عليه. شوف شيء والله شوف المرعب. والله هذه مرعبه الصراحه. سنون. اوكي الان بنخلي عبد الله يلعب. يلا تعال. ترى توتر. كم هذه بألف؟ ألف عملتهم. ألف عملتهم. هذه إيش رأيكم؟ لا صعبة. هذه كبيرة دي. وقت طوال ما كنت طوالي. هذا
قهر وين خدوه؟ ايش سويتم؟ فقط من نفسه خرقت البطة. ايش ياخذ اللعبة النايمة ذي؟ قال لكم ذي تعال شوف اقوى بوكس اقوى لك ما لا لا 704 اوه اوه اصبر 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 هلا قولوا قربنا من رقم قياسي هلا مرعب كم كم اوه كمان عديت المرعب اتحداك تكسر الرقم الموجود ترى كوري ها واحد كم جبت انت؟ لفيت يا عمي كمان كمان يلا بسم الله جرب صيف في وقت تسوق الله يا صون البني البني كفو اضرب اضرب تكفى تطوي سعود ياهو والله رموه ياخي ياهو اوكي يا شباب وصلنا للمنطقة اللي فيها الأكل أو ستريت فود أو أكل الشوارع الكوري ولكن يا شباب بنوقف وبنشوف ايش عندهم احنا ما ندري نعرف كم اكله هنا موجود ونقيم نقيم اذا وقفنا مره انا اجرب مره اخواني يعني كل شوي واحد يجرب يلا طبعا بنحاول نجرب طبعا الاكل الموجود الحلال اكل حلال بس اكل يمين ساره بعد عن يلا طيب اول اكله راح نجربها البطاطس حلو مشوش حلو بطاطس مع بهارات وكذا تختار تبي بهارات سبايسي تبي بصل حلو عطنا بالله سبايسي هلو يا سلام يلا يا دحوم جرب سلام حار ها شكله حار دوري 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 لو سمحت جرب جرب يا عبد الله لا تستحي ترى لو انه في البيت هذا كله اخلص علينا يلا يلا لا جبن حاط جبن انا حاط جبن ايه جرب جرب انا جرب جيلي ولا شيء جرب جرب انت ايش رايك جبن ها حاط جبن والله لو انك حاط فلفل انها تقيم صدق 5 من 10 وانت عشان اجبن 4 2 افضل وانزل اكثر طبعا لاني حاط جبن ما عجبهم يبون سبايسي بس يلا بعد نغيره عطنا فلفل فلفل يا اخي هذه اول تجربه يجي منا اول تجربه بطاطس نبغى نجرب عاد الاكلات الثانيه الموجوده هنا في كوريا اوكي بنجرب اكله والله ما ادري شو اسمها بس مشهوره مره عندهم شكلها حلا هذا وينها الحين بجيبها بتعلى بس معليش احسبك صوره يلا ازعاج ازعاج عشان تسمعوني ها يلا شوفوا شكله جاهزين بسم الله ما شاء الله هوب هوب بسم الله ما شاء الله ايس كريم ايس كريم جوا لذيذة مرة والله من افضل الاشياء اللي جربناها افتت يلا كل كل ايش رايك تعال فور ولد والله لا فورا جرب 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 هذا الثاني شوف المرعب وش رايك؟ مرعب هي حلوة حلوة ها؟ والله 5 من 10 أول لقمة حلوة شوف هذا خذ العمود معه ما أدري لا والله حلوة حلوة والله حلوة نسيت اسم هذه بس مشهورة هنا في كوريا طعمها لذيذ آيس كريم ما أدري شلون في براوني يلا بالعافية دحوم كملها يا عيني وش ذا المحل يا عبد الله هذه شوف فواكه الظاهر بالسكر أنا أجرب العلم اقرب 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 وش ذا؟ لو سمحت لو سمحت بالله عرمه يا شيخ الفراوله والله سكر كذا راح تنشف السنون سكر ذي شكلها بسم الله غريب ترى هي هذه الاكله تخلي فمك تسكر تبي تسكر والله سكر تعال تعال جربها تمام تجربه وش وش اخذ الفندي من اللي ماخذ فنديه انت ماخذ فنديه فراوله ماخذ فنديه والله فراوله والله شباب حلوه هي بس انها سكرها هي رجت الماء والله اكله غريبه وش الحمد لله نعمه بس انها يعني تصليحها شويه فواكه مغطاه بسكر او ما ادري وش والله بس انا يعني صور صورنا امي جا صورنا ذا صورنا وعد اخواننا يلا يا سعد نبغى نجرب هذه سعد هذا وشو تراها ما ادري وشي ما ادري بس محشيه شكلها حلوه شوف شاخذ سعد فراوله ولا توت
توت هو حلو شكله. لا 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 مشهور عندهم مانجا فراولة. وصل طلبك. وصلت كيسة مفروض انها زي هذا شوف. ايش؟ مفروض انها هذه. زي هذه. مفروض. طيب يلا جرب. نشوف الحين الشباب. هذه يبي لها تعرشها تعرف. سعد ايه سمبوسة ذيك. يلا. والله غير الواقع. ليه؟ ما ادري شوف. هي نفسها. اوه لا نفسها نفسها. انا حطيت تطلع نفسها. يلا كل كل عضة قوية. ما شوف. ما كليت اصبر. وش شو شيء خلاص. لا باقي المانجا. مانجا مانجا جوا. عندي مانجا جوا. البودر اللي هنا العب كيرم انا تقييمك حلو سبعه 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 والله المانجا حلو بس اللي ورا ما ادري ايش هو طبعا في نكهات عنده شوف وما زلنا انا واخواني نمشي نجرب الاكل والستريت فود هنا وش اسوي في ذي وش هي ليه ما انا مكملها ذي اقول كمل ما على كيف والله يا رجال كمل كمل بس لك يا رجال مش بس يلا مشينا مشينا نكمل ما خلصنا اكو وسختك شوف اي والله وسختك وش ده هذه بودره المانجو شيلها شيلها يا مانجو يلا يلا سعود نبي نجرب شيء في شيء مشهور في شيء دسم نبي شيء دسم في شيء بيض في شيء بيض نبي بيض ونبي ربيان سعود نبي خلاص نبي نغير الحلا اي والله كل شيء كل ذا كسر سنوننا يا والله هذه مشهوره لحظه لحظه شباب الحلاوه اللي تهو السكر صورني صفر من عشرة ليه يكسر السكر اي والله انا سني هذا بغى يطيح خلنا نجرب الحين البيض هلا والله يا شباب الاكل عباره عن بيض بيض يا شباب بس هذه اكله ما ادري وش والله ما ادري وش بس يلا محشيه وريني ورنيها ورنيها شوفوا يا شباب بيض الظاهر مع جبن ما ادري ايش يلا يا دحوم سم بسم الله سم سم بسم الله انتبه من العود ايوه ايش في حاره كيف كيف كيك البيض كيك بالبيض حلو حلو اضرب 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 شوف اذا طعمها زين صراحه باخذ منها كثير بسم الله يا عيني كيف مقارنة بالنص والله كيكة بالبيض كيكة بالبيض جميل عاد 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 كثرته عاد ايه هذا ما كله يلا يلا كل كل بلا طيب من 7.83 من 10 7.83 يعني اذا خذيت جوا البيض انا مرة شكلك ما ادري تغير صوتك حلوة زين ولا لا زينة بس 5 من 10 وما زلنا نمشي وندور اكل كوري جربنا اغلب الاشياء المشهورة هنا بس بقى بعض الاشياء دحوم ولا لا سعود ابي ربيان ابي شيء بحري ابي شيء بحري ابي شيء بحري انا ما ابي شيء بحري وش رايكم في الطبق الجديد هذا وش سعود هنا شوفه اشكال والله ما ادري بس يقولون كرزي هذه كوريه صدق كوريه هذا الظهر زي بانكيك كذا على شكل سمكه تشوفه شكله بانكيك كوري يا شباب عيني تقييمك تقييمك بالله يا سلام يا سلام محشي نوتيلا طب ايش هذا هذه هذه اطراف اطراف زين وش يسمونه وش يسمون الحلا ذاك بانكيك ايوه وافل لا ايه تبي اعرفه جبجب كراسون عرفت وش هو بفستري بفستري قال لك بفستري تبي اعلمك بالضبط ايش رايك كيف بالله يضحك لذيذ يا سعد لا تفوتك يا سعد تعال علمهم وش انت العرب هنا هذا عرمته والله الرجال على طرف ما في محشيه وش رايك متواضع والله هذا تقييمه له 8 من 10 لانه كذا مقرمش انا مالي 9 والله حلو, حلو انا والله. اعتقد ان الحلا افضل من المالح حتى الان يلا دحوم شارك 9.37.0 خلونا نكمل اذا لقينا شيء ولا اتوقع جربنا كثير والله لا ابي ربيان ابي ربيان الرجال يلا خلينا نشوف الربيان ذا ونبي عصير في عصير شعوب ما هذه في بيت في بس لا بس لا في بس لا يا اخوي رمان ابي خلاص وجعنا بطل لا 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 رمان تبي رمان ميكس ميكس هذه رمان يا سلام شوف ذي هذه تقييمها يقولون ما ادري عاد بسم الله هذه ايش بالايش يا سعود وش بالاكل الكوري انا ما وش طيب محشي هذا شباب عشان كذا ليه سعد يصور هذا السبب عشان كذا خلي سعد يصور تقييمك تقييمك يا سعود واو شوفوا يا شباب كيف؟ حلو؟ والله العظيم لذيذة ألذ شيء شكله وجهك يقول انها ألذ شيء اوه الجبن تعال 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 جوي والله لذيذة ذي بسم الله وصلنا السعودية حق أجرب لا تفطر والله حلوة حلو والله كم والله كم كم بالله 8 على مقصود صلاح فطور صح. بكرة نفطره على كلامك خلاص تم تغير وجهه يبي كروسان تم تم تبي فول والله حلو والله سعود بس احسن شيء اللي تو البيف باسري اي والله حلو بالنسبه لي افضل شيء انا اقول الحلل حتى الان يفوز بس باقي الربيان تعال تعال ما نسى الربيان تعال الربيان يا سعود اوكي بنجرب بانكيك جديد بس ما ادري وش بانكيك يا شباب شوف وافل يا سعود شكرا
شكرا. الان بنجرب طبق جديد ما ادري وشو صوره وش خلينا نسوم عليه. شوف شوف شكله دقيقه يا شباب. الله ترى يا شباب هذا وافل ها بانكيك حلو حلو. وش رايك دحوم؟ مسرع خلي الرجال يبلع. ايوه دوري 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 لو سمحت. هذا اللي صدق حلو حلو بالله. انا اهم شيء هذا هذا ترى انا مشتهي وافل ترى ذا مو صح. والله والله حلو حلو والله حلو. ناقص القهوه كذا. ما له دخل مع قهوه الا حالي. يلا خلص. وش خلص؟ ما راح تعمل ما من ماخذ ذا طبي بيربيان. ايوه ما كمل اكل كمل اكلك. خليك هذا اخذ الدين ذا ماخذ كمل اكلك. بسعه الناس عشان يلعبون. يلا يلا الله. بس والله حلو حلو الاكل. وين نروح؟ والله ما ادري وين نروح بس بنكمل. سعود اليوم اليوم يوم الاكل. انت تسوي نفسك مجنون. ربيان يا اخي. يا اخي بلشنا يا اخوي. جرب جرب خلي ربيان يا اخي من حقي. ربيان يلا بنجيب لك ربيان. ربيان اخر اكله اوكي. لا 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 بعدها في رمان. ها يا سعد. سعود ربيان يلا اخيرا ربيان. تعال سعد. سعود ربيان شوف. يلا يلا طحن. انا جرب اشوف. والله ربيان مشوي. يلا حلو. تسعة ونص. تسعة ونص يا دحوم. تسعة ونص. تسعة ونص. تعال تعال جرب. قل ما تأكل أكل بحري. والله شوف المكان. والله جربنا أكلات كثيرة هنا في كوريا في وسط كوريا شوارع كوريا. مسوي رجول طلعها. ما شوف يسوي شيء. راح أغرف لك من ناف مليان. ما خلاك تأكل. أقول ها ايوه خلينا حبايب حبه بس. ايوه جرب جرب. ربيان كوري من اكل شوارع. سعود باقي شيء ولا خلاص؟ اتوقع خلاص والله تمام. رمان رمان من 70. لا رمان سعود. لا 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 سعود والله تسعه والله انه لذيذ. تعال لذيذ لذيذ والله. انا بروح اشتري لي واحد ثاني ولكن عشان ما نطول الفلوق على الناس متابعينا الغاليين. الفلوقات الجايه بتكون اقوى لان في تحديات في كوريا ناويين نسويها. والفلوق الجاي مفاجأة بنسويها في كوريا. وش تعلمهم؟ أنا معلمهم. مفاجأة. مفاجأة. إذا عجبكم هذا المقطع، هذا المقطع حبينا نجرب الأجواء في كوريا والأكل وزي كذا ونعلمكم إن إحنا في كوريا. فنبغى 100,000 لايك لو سمحت. لا لا 200,000. أوه. لا لا إذا سويتوا 200,000 استعجلنا في المفاجأة. مع إني ما أدري وش. إذا يا شباب لايك واشتراك ونشوفكم إن شاء الله في المقطع الجاي قريب. 3-4 أيام. مع السلامة. كم سميدة.